السلام عليكم ورحمة الله. حل كتاب جيم للصف الثالث ثانوي الترم الثاني العام الدراسي 2024 يونت 10 الدرس الأول والثاني إن شاء الله صفحة 182. السؤال الأول: A or an space is a special building from which scientists watch the moon and the stars. هو عبارة عن مبنى خاص للعلماء يقوموا بمراقبة القمر والنجوم. Office مكتب، Post منشور، Laboratory يعني معمل، Observatory يعني المرصد الفلكي. يبقى هي ديت الإجابة لترديب. السؤال الثاني: قايت باي سيتاديل is one of the most important space in Alexandria. قلعة قايت باي هي واحدة من أكثر الأماكن أهمية في اسكندرية. Landfills مقالب الزبالة، Landmarks معالم هامة، لاند سلايتس معناها اللي هي اهتزازات او انهيارات ارضيه، لاند لوردس اللي هم ملاك المباني. يبقى هنا تبقى لاند ماركس معالم بارزه الاجابه لترميم. The pyramids are a living space showing the skill of other builders the pharaohs. الاهرامات هو حي، حاجه حي تظهر مهاره البنائين الفراعنه. ريزورت منتجع، كانال قناه، Monument أثر، Skyscraper ناطحة سحاب، Monument أثر الإجابة لترسيم. بقى إن شاء الله السؤال الرابع: أبو سمبل is the site of two space which were carved into a cliff. أبو سمبل هو موقع لاتنين تم نحتهم على المنحدر. يبقى هي معبدين، يبقى تمبلز الإجابة لترقيم. بقى إن شاء الله السؤال الخامس: In Greek space love is personified by the gods Aphrodite. في اليونان الحب تم تمثيله في الإلهة أفروديت. هنا art يعني فن، fact يعني حقيقة، truth يعني صح أو حقيقة برضه، وميث يعني أسطورة، هي ميث يعني أسطورة الإجابة لتر دي. السؤال السادس: The ship will have to spend 10 days in space for repairs after surviving the heavy storm. السفينة سوف تقضي 10 أيام فين لكي يتم تصلحها بعد العاصفة القوية. Route يعني طريق، port يعني ميناء، island يعني جزيرة، peak يعني قمة الجبل، هتبقى port ميناء الإجابة لتربيه. السؤال السابع: Space is the study of ancient societies done by looking into tools, bones, and buildings. هي عبارة عن دراسة المجتمعات القديمة يتم بإضافة أدوات مثل الأدوات والعظام والمباني. بيولوجي اللي هو علم الإحياء، أسترونومي علم الفلك، سيكولوجي علم النفس، وأركيولوجي اللي هو علم الآثار، هو علم الآثار الإجابة لترديه. السؤال الثامن: We have a duty to preserve our space heritage and pass it on our children. نحن لدينا واجب للحفاظ على التراث and pass it on to our children، ونمرر ذلك إلى أولادنا. Strange غريب، economical اقتصادي، cultural ثقافي، modern حديث أو عصري، culture تراث الثقافي الإجابة لترسيم. بعد كده السؤال التاسع: A teenager's social problems are usually spaced with the bad habits they start at this stage. هنا اللي هم المراهقين، مشاكل اجتماعية المراهقين هي عادة تكون with bad habits، بعادات سيئة، بعادات سيئة. يبقى هنا هتبقى associated اللي هي متصلة بعادات سيئة، يبقى هي هتبقى الإجابة لتر A، واخترناها عشان حرف الجر ويز متصلة بيه. سؤال عاشر: Some tribes still space the remote mountains and jungles of some African countries. هنا بعض القبائل ما زالت على قيد الحياة، على قيد الحياة inhabit الإجابة لتر B. بعد كده السؤال ال 11، السؤال 11: Our own space site is a natural or man-made place that is recognized as having great international importance and is therefore protected by UNESCO. هو عبارة عن موقع قد يكون طبيعي وقد
يكون من صنع الإنسان، ولكنه له أهمية دولية ويتم حمايته بواسطة منظمة اليونسكو. لاند فيل، مقلب زبالة، كراش يعني اصطدام، أنون غير معروف، هيريتيج تراث، يبقى هيريتيج تراث الإجابة لترديم. السؤال 12: It is believed that the Great Wall of China was built during the space of many emperors. من المصدق أو المؤمن به أو المسلم به أن سور الصين العظيم تم بناؤه خلال إيه لكثير من الإمبراطورات وإمبرورز، يعني جمع إمبراطور جنب الإمبراطور بقى، تبقى هي ديت ديزاين تصميم، رول دور، ورين يعني فترة حكم، وديكيد عقد من الزمان 10 سنوات، يبقى رين فترة حكم كثير من الإمبراطور لجمع الإمبراطور يعني. السؤال 13: at the historical play، في المسرحية التاريخية، the actors and actresses، الممثلين والممثلات، wore space cloth made of many pieces، تم صناعتها بكثير من القطع، usual عادية، elaborate معقدة، impossible يعني مستحيلة، serious يعني جاد، هنا elaborate اللي هي معقدة، الإجابة لتر بي. Building at the site was stopped after monuments were spaced earlier this week. هنا البناء في هذا الموقع توقف بعد الآثار التي في يعني مبكرا أو في بداية هذا الأسبوع، يبقى هنا هتبقى إيه؟ carved ولا drilled ولا covered ولا unearthed. unearthed يعني تم خروجها وتم التنقيب عنها مبكرا في هذا الأسبوع من أو ظهرت على أو ظهرت من تحت الأرض، يبقى الإجابة لتر دي. بعد كده صفحة 183، السؤال 15: There are plans to build a new steel office tower to replace the space that was damaged by fire. هناك خطط لبناء مبنى أو مكتب من الصلب كبرج صلب يعني، المبنى to replace ليكون بديلا that was damaged by fire، الذي تم تدميره بواسطة الحريق. هنا عندي infrastructure اللي هو معناها البنية التحتية، structure البناء أو التشييد، sculpture اللي هو النحت زي التماثيل، و base يعني قاعدة، هنا هتبقى structure إنشاء، الإجابة لتر بي. السؤال 16: our website may have many different web pages for you to click on and. الموقع لديه كثير من الصفحات المختلفة يمكنك النقر عليها و اكسبلور يعني تستكشفها، الإجابة لتر اي. السؤال 17: The Great Pyramid of Giza is one of the seven spaces of the ancient world which is still admired everywhere. الهرم الأكبر في الجيزة هو واحد من 7 من العالم القديم التي ما زال يعجب بها حتى الآن، يبقى هنا واحدة من عجائب الدنيا السبع، يبقى Wonders، الإجابة لتر بي. السؤال 18: It is very important to guard our national heritage with which we are proud of. من المهم أن نحمي تاريخنا وثارنا القومي الذي نفخر به. The verb guard is an antonym of the verb. Antonym يعني عكس الكلمة. هنا keep يعني يحفظ، preserve برضه يحفظ، in danger اللي هو يعرض للخطر، و remain يعني يذكر، يبقى هنا in danger اللي هو يعرض للخطر، الإجابة لتر سي. سنة 19: The footballer is going to have an space surgery on his knee to decide the seriousness of his injury. لاعب الكرة سوف يتم له أو في حاجة إنه يتم له جراحة إيه في ركبته حتى يقرر مدى خطورة هذا الجرح، يبقى هنا هتبقى الاستكشافية، جراحة استكشافية أو استطلاعية لمدى وجود هذا الجرح، يبقى exploratory اللي هي الإجابة لتر سي. بعد كده السؤال 20: The last staff meeting was dedicated space discussing the plan of the new project. هنا هناك اللي هو الفريق العمل تم اجتماعه لمناقشة الخطة للمشروع الجديد، هتاخد حرف الجر تو اللي هو كرس لمناقشة المشروع الجديد. السؤال 21: A special memorial was built in space of the great heroes at war. هنا النصب التذكاري تم تشييده كشرف أو تكريم، يبقى أونر، الإجابة لتر إيه. بعد كده إن شاء الله سنة 22: مستر إيهاب، أور نيبر إز ريلي أ سبيس مان هو كيرز ماتش فور هيز فاميلي، هتبقى ديفيتد، الأستاذ إيهاب هو جارنا، هو حقا إنسان مخلص يهتم أو يعتني بأسرته. سنة 23: وايل هافينج لانش إت ذا ريستورانت أي كيم سبيس وان أوف ماي أولد فريندز.
أثناء كنت أتناول الغداء في المطعم I came across، أنا قابلت بالصدفة واحد من أصدقائي. came across يعني قابل بالصدفة. بعد كده السؤال 24، there are some contemporary plans to move the ministries to the new capital. The synonym of contemporary، contemporary معناها عصري، فبتساوي كلمة present day اللي جايبة letter A. هناك خطة عصرية لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة. بعد كده السؤال 25، the Quiet Bay Citadel stands بيجي بعد حرف الجر هون اللي هو يشيد على الإجابة لتر دي، Quiet Quiet Bay شيد على. السؤال ال 26، doctors find it difficult to face the problem space with cancer treatment. إن الدكاترة بيجدوا من الصعوبة لمواجهة المشاكل مع علاجات الكانسر. هنا attached يعني ملحق به أو مرتبط به، وهي معناها ارتباط شيء مادي زي مثلا ارتباط شيء على الإيميل، disappeared اختفى، associated اللي هو مرتبط به كارتباط معنوي، وseparated يعني منفصل، يبقى هنا associated مرتبط به. الإجابة لتر سي. السؤال 27، ذا كارنك بتبقى كارنك تمبل اللي هو معبد الكرنك، dates back from around 2000 55 يرجع إلى تاريخه من 2055 بي سي قبل الميلاد to around 100 AD. بعد كده السؤال 28، I live in a quiet fishing village with our own space harbor which is really fantastic. أنا بعيش في قرية صيد هادئة بها مرفأ جميل رائع، يبقى هنا بكتشر سكوي اللي هي الإجابة لتر A. بعد كده السؤال 29، the ancient tomb contained the fossil، فصل دي بيجي بعدها كلمة remains اللي هي بمعنى بقايا حفريات، الإجابة لتر B. السؤال 30، the British Museum is most popular tourist space in London اللي هو المتحف البريطاني، هو أكثر متحف مشهور تورست إعجاز بسياحي، بقى attraction in London في مدينة لندن.